صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة، روحي وأرواح العالمين لك الفداء، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين، وأفلح من صلى على محمد وآله الطاهرين. المعاد أصل من أصول الدين، وهو أصل في غاية الأهمية، وترتيبه في أصول الدين عند كل علمائنا الرتبة الأخيرة، ولربما هم رتبوا أصول الدين على حسب الأهمية: التوحيد والنبوة والمعاد، أو النبوة والإمامة والعدل والمعاد، فجعلوا المعاد آخر أصل من أصول الدين. هكذا جمعوا أصول الدين وجعلوها خمسة، ولكن في الحقيقة المعاد إذ هو أصل من أصول الدين تبرز أهميته العظمى والقصوى، لأنه مرتبط بالتوحيد ارتباط وثيق جدا من جهة،
ومرتبط بولاية النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ارتباط وثيق من جهة أخرى. يعني بالمحصلة المعاد لا نجده أصلا مستقلا، وإنما أصل إما أن يلحق بالتوحيد أو يلحق بولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أو فلنقل يلحق بالأمرين لأنه متعلق من جهة بالتوحيد ومتعلق بالنبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام من جهة أخرى. بيان هذا المطلب المهم، وحتى تتضح هذه المسألة لنلحظ هذا الأصل الشريف والعظيم الذي ذكره القرآن الكريم مليا وكثيرا ومدى أهميته في هذا العرض. تلاحظون في كتاب الله سبحانه وتعالى يذكر أمورا عن المعاد، ولكنه يذكرها بصيغة مجملة، أو يختصرها إذا صحت الكلمة في هذا التعبير. مثلا في قوله سبحانه وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. شنو هاي إنا لله وإنا إليه راجعون؟ هذا هو المعاد، ولكن كيف قرأته الآية المباركة؟ قرأته الآية المباركة بقوله: إنا لله، يعني توحيد. هذا رجوع إلى المعتقد، هذا رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا، هذا لفظ آخر التفت إليه حتى أتمكن من بيانه. الآية الأولى قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الآية الثانية أعطت تعبير آخر لتشتمل على مجموعة أمور: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا، وليس إلي، لاحظ كيف، وأنكم إلينا، مرجع الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الآية قالت إلينا وأنكم إلينا في قوله سبحانه وتعالى: ثم إن علينا، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. هذه تعابير دقيقة، إن إلينا، هاي إلينا ضمير الجمع بناء، مو ثم إلي، ثم إلينا. ثم بعد ذلك يقول في قصة الحساب: ثم إن علينا حسابهم. هنا بمجموع هذه الآيات عندما تتدبرها تبرز إلى قصة المعاد، هي مرتبطة من جهة بالله عز وجل، لأنها تسري في محصلتها إلى التوحيد، ومن جهة أخرى مرتبطة بالنبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه صورة المعاد اللي احنا نأنسها ونتصورها هي عبارة عن تلك المحكمة. المحكمة الآن في الدنيا، ما الذي يراد من هذه المحكمة؟ هل يراد منها جدرانها؟ هل يراد منها حضورها؟ هل يراد منها الكرسي الذي يجلس عليه المتهم والقاضي والشاهد؟ لا، وإنما المحكمة قيمتها واعتبارها والحضور فيها بالقاضي. القاضي، من القاضي؟ يوم القيامة من الذي يقضي بين الناس؟ يوم القيامة من الذي يحاسب الناس؟ يوم القيامة من الذي يباشر الناس؟ وهي مسألة وقع فيها الآخرون الأضداد في شبهات جعلتهم يزيغون عن معتقدهم الحق. ليش؟
لأنه لما نظروا إلى الحساب قالوا ضرورة أن الذي يباشر الخلق هو الله سبحانه وتعالى. ولكن هل هو هذا الكلام صحيح أم غير صحيح؟ أي مسألة مهمة، من الذي يحاسب الخلق يوم القيامة؟ هل هو الله عز وجل؟ طيب إذا كان الله عز وجل هو يحاسب الخلق يوم القيامة، ماهية هذا الحساب والتفاعل والتعامل كيف يكون؟ لا مفر إلا أن نقول بتجسيم الله عز وعلا، لا مفر من ذلك. إما أن نقول الذي يباشر الخلق الله عز وجل لكن يتجسم، وإلا كيف يحاسبك الله عز وجل يوم القيامة؟ بأي كيفية؟ بأي وضع؟ بأي آلية؟ اليوم إذا واحد يحاسب لآخر لازم تكون مشافهة، لازم تكون مناظرة، لازم يكون حاضر ومحضور وهكذا، مو هالشكل المسألة، لا مفر من ذلك. الآخرون إذ توقف فيهم وعندهم المسلك إلى الحقيقة لإقصائهم أو لابتعادهم عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وما حققوه لنا وما رووه لنا لأنهم ابتعدوا عن الحق، اضطروا أن يقولون يوم القيامة الله عز وجل يرى وجل الله عن ذلك. بعض فقهاء الجمهور في عصر إمامة إمامنا الرضا صلوات الله عليه إذ كان يتحدث عن الحساب، الإمام الرضا صلوات الله عليه قال له أنت شو تقول من اللي يحاسب الخلق يوم القيامة؟ قال له الله. طيب شلون الله يحاسبهم وهم لا يرونه؟ قال يتجسم الله للخلق فيرى. قال اتق الله يا هذا، اتق الله، كيف تجرؤ على مثل هذا القول؟ الإمام غضب وبان الغضب على وجهه لأنه أراد أن يصف الله عز وجل بما ليس له، الجسمية صفة المخلوق مو صفة الخالق. الله جل أن يكون جسما، الله جل أن يرى، اللي يرى صفة الجسمية، فإذا يرى معناها جسم، جل الله عن ذلك. الله عز وجل ليس بجسم إطلاقا. الله يدير دفة الحساب نعم، يدير دفة القضاء نعم، لكن الذي يباشر الخلق للحساب هو من ينصبه الله عز وجل قاضيا بين الخلق. الله يدير هذه المسألة، يجعل لها دستورا، يجعل لها آلية منضبطة. أما الذي يباشر حساب الخلق هو من نصبه الله عز وجل قاضيا. لاحظ كيف اللي الله عز وجل نصبه قاضيا في الدنيا النبي والإمام، اللي ينصبه الله عز وجل قاضيا في البرزخ النبي والإمام أيضا، لكن يسخرون الملائكة لذلك. في حديث ورد عندنا إن الذي الإمام الصادق عليه السلام يلي حساب الخلق يوم قبل يوم القيامة الحسين بن علي صلوات الله عليه، عندنا روايات في ذلك وفي غير الحسين عندنا روايات في ذلك، يوم القيامة. وليش الله سبحانه وتعالى مو هو اللي يحاسب الخلق مباشرة في الدنيا؟ لماذا هو ما يحاسبهم في البرزخ مباشرة؟ الله لا يرى وجل أن يكون جسما، فيوم القيامة يوم المحكمة الكبرى ويوم المحكمة العظمى، فعندما نرد إليها إنما نرد إلى القاضي، هذا القاضي هي الولاية في الواقع المتمثلة بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه. ولذلك ورد في زيارة الجامعة الكبيرة إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم،
قرآن الكريم يقول إن علي إن إلينا إيابهم. هذا الضمير نا اللي موجود إلينا فيه رعاية. إنا لله، نعم المرجع إلى الله عز وجل. لاحظ كيف هاي جهة ارتباطها بالتوحيد، جهة ارتباطها بالولاية إن إلينا إيابهم. هاي النا تشتمل على النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كما وأن ذلك السياق ورد نظيره كثير في القرآن الكريم. على كل حال، إذن المعاد أهميته العظيمة لأنها من جهة مرتبطة بالتوحيد، ومن جهة مرتبطة بالنبي وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لاحظ كيف عندنا مجموعة هائلة من الروايات تتحدث عن يوم القيامة. في رواية قسيم الجنة والنار في أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إذ سئل الإمام عن قسيم الجنة والنار قال إنه يقف يوم القيامة فيومي إلى فلان يقول له ادخل النار ادخل النار، ويؤمي إلى آخر يقول له ادخل الجنة. فهو قسيم الجنة والنار صلوات الله عليه. ينصب الله خاتم الأنبياء قاضيا، وينصب الله عز وجل الأئمة قضاة يحكمون بين الخلق بما شرع الله عز وجل. فلذلك أقول جذعا ومرة أخرى، أهمية المعاد وكونه أصل من أصول الدين، مرجع ذلك من جهة إلى التوحيد، ومرجعه من وجه آخر إلى ولاية النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولنا إن شاء الله كلام في تفاصيل ذلك في مواقف يوم القيامة من الحساب والصراط والميزان والشفاعة والكوثر، المواقف اللي ذكرت في القرآن وبتفاصيل كلامهم صلوات الله عليهم. عندما تتاح الفرصة أتحدث عن تلك الأمور بإذن الله تعالى. فإذا المعاد أصل من أصول الدين يجب الاعتقاد به، ومن لم يعتقد به خسر الدنيا والآخرة، وأهميته فيما ذكرنا لأنه مرتبط بالتوحيد. إنكار المعاد كفر، ولأنه مرتبط بالنبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام فإنكاره يكون كفرا في الواقع. بعد أن مهدت لهذه المسألة أتحدث عن درجات ذلك المعاد وكيف يكون وما هو مبدأه وإلى أين ينتهي. المعاد في الواقع ينتهي ابتداء، أو يبتدئ بالعبارة الأصرح، يبتدئ بانتهاء حياة الخلق أجمعين حيث ينقطع كل شيء. الإنسان عندما يأخذه الحتف فينقله من عالمه إلى عالم آخر، في الرواية يقال له أنت في أول يوم من أيام الآخرة. أول يوم من أيام الآخرة تمهيدا للمعاد. وهذا الحديث في الواقع لا يرمز إلى أن هذه الآخرة هي آخرة الآخرة، وإنما هو أول يوم من أواخر الدنيا بالنسبة له. لذلك يعبر عنها بالقيامة الصغرى وليست بالقيامة الكبرى. ليش؟ لأن البرزخ هو الجزء الماورائي من الدنيا. لاحظ كيف البرزخ جزء من عالم الدنيا وليس جزءا من عالم الآخرة. الآخرة إنما تكون عندما ينفخ في الصور وتتبدل هذه العوالم، حيث لا سماء لا أرض لا شمس لا قمر، يتبدل كل شيء، يكون هناك عالم آخر. هذا العالم الآخر الأخير اسمه الآخرة.
أما البرزخ هو الجزء الثاني من عالم الدنيا، لكن في الواقع لا يلحظ. بهذه القيامة الصغرى وبهذا الموت وبهذا الفناء بالنسبة لكل إنسان، معناه هو انقطاعه عن مجموعة أمور: الأول انقطاعه عن الحياة، الثاني انقطاعه عن التكليف، الثالث انحلال ملكيته التي كانت تحت يده في الحياة الدنيا. ودعني أقف عند تلك الأمور لنلحظ شؤونها واستثناءاتها. الأول انقطاعه عن الحياة، لذلك يطلق عليه ميت. الإنسان عندما تطلع روحه من الحياة وتنحل العلاقة بينه وبين البدن، خلص يطلق عليه ميت، ويتعطل فيه كل شيء من شؤون الحياة. يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك ما ذكره القرآن الكريم في الشهداء، إذ قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. وفي قوله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. لاحظ الآية الأولى والآية الثانية، ما ارتضى القرآن أن نقول أو نعتقد بهؤلاء أنهم أموات، بل أحياء، وبالفعل هم أحياء. ولكن ما هي ماهية هذه الحياة؟ ما هي كيفية الحياة؟ لا نعلم ولا ندري بذلك ولا نحيط خبرا بهذا، إلا أن القرآن الكريم أطلعنا هم أحياء، ومعنى ذلك أن غيرهم أموات ولكنهم أحياء. هي أولا، ثانيا عند ربهم مقربون، ثالثا يرزقون. تلاحظ كيف أس بعض أنماط هذه الآية تتضح في قصة انقطاع التكليف. هؤلاء أحياء، بأي حياة لا ندري، الله عز وجل جعل لهم ذلك. المعصومون صلوات الله عليهم ذكروا هذه الدائرة وجعلوا في هذه الدائرة ما جعل الله عز وجل لهم الولاية فيه. كيف؟ قالوا: من مات على حبنا أهل البيت مات تائبا، مات تقيا، مات طاهرا، مات مؤمنا، إلى أن قال: ما من مات على حبنا أهل أهلي، بالقراءتين لأن لها إعرابان، لأن لها إعرابين. من مات على حبنا أهل أهل البيت مات شهيدا. تلاحظ كيف؟ لربما لأن هذه المسألة محفوفة بالمكاره، ولأن المؤمن بالله والنبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام حياته محفوفة بالقساوة ومحفوفة بإباحة دمه ومحفوفة بالآلام ومحفوفة بكل تلك المعاني التي تقع في ذلك العرض. وهذا أمر واقع، وهذا أمر صريح. سيرة الإنسان المؤمن الموالي هو هذا: قال يا أمير المؤمنين أنا أحبك. قال له: أنت متأكد واثق من كلامك؟ قال: قلبي كله لك يا أبا الحسن. قال: إذن استعد للفقر والبلاء. الفقر مو معناه أن ما يكون مدخول مستقر المادي، لا، استعد للفقر والبلاء، لأنه هذا المعنى يشير إلى أنه يعيش معاناة، آلامها كآلام الذي هو فقير مسكين. إيش قد حياة المسكين وحياة الفقير كلها آلام. كذلك قال: بما أنك تحبني
لازم أنت تلبس جلباب البلاء والعناء. هل حب أمير المؤمنين صلوات الله عليه سبب في ذلك؟ حب الإمام صلوات الله عليه اللي من المفترض طريق للسعادة وطريق للاستقرار. هو واحد ليش يستعد للبلاء؟ يروح له يشوف لفرد طريق آخر ويعيش حياة الاستقرار، مو هالشكل؟ لا، المسألة ليست هكذا، وإنما تدري إلى يومنا هذا محب علي صلوات الله عليه محفوف بالموت، محفوف بالموت التهديدي، يعني مو ولا كل إنسان محفوف بالموت، كل ما يحب أهل البيت صلوات الله عليه مكروه مبغوض. لذلك يوم القيامة ماذا يقولون عنهم هؤلاء المؤمنين؟ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. من ذول يا أبا الحسن؟ من ذول يا ابن رسول الله؟ سؤال الإمام الصادق. قال هؤلاء أنتم. شلون يعني يا ابن رسول الله؟ قال له أنتم بنظر أهل النار في الدنيا أشرار، يرون الحق فيكم باطلا، لذلك قتلتم وقوتلتم وذبحتم وشردتم وهجرتم وإلى آخر هذه المعاني، معاني البلاء. هؤلاء اللي يحبون أهل البيت يطلق عليهم في الدنيا أشرار، ما يطلق عليهم أخيار. فعندما يدخل هؤلاء الذين يطلقون هذه الكلمة، عندما يدخلهم الله عز وجل النار، إذ يعتقدون أن هؤلاء اللي يصفوهم أشرار هم أولى بها صلية، مو هالشكل؟ فلا يرون منهم أحدا. ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وين هؤلاء؟ أين يكمنون؟ أين يستقرون؟ ما موجودين؟ وين؟ في جنة الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإمام يشير إلى هذه المعادلة. وإلا المؤمن عندما قلبه يعيش المعتقد الصحيح إنما يستشعر السعادة الحقيقية وليس التعاسة في الواقع. فأقول مقولة إمامنا الصادق عليه السلام: الذي يموت على حب أهل البيت يموت شهيدا في الواقع. فيكون مشمولا بقوله أحياء، ثانيا عند ربهم، ثالثا يرزقون، حتى تتبين هذه الأمور في نقطة انقطاع الحياة عن الميت، ما خلا من استثناهم القرآن وأهل البيت صلوات الله عليهم. يجي شرح وبيان هذه المسألة في الفقرة الثانية، وهو انقطاع التكليف. هذه الفقرة الثانية: التكليف يكون منقطعا بعد ما يكون مكلف بأداء ما كان مفروضا عليه في الحياة الدنيا. ولكن التفت إلى هذه الاستثناءات المهمة. انقطاع التكليف بما لا شك فيه، لأن التكليف في الواقع الامتثال للواجب والانتهاء عن المحرم والانزجار عنه، شرطه أن يكون حيا بالغا عاقلا، ذكرا كان أو أنثى. فإذا وحدة من هذه الشروط انتفت، لا تكليف. مو بالغ، ماكو تكليف عليه، مو عاقل، ماكو تكليف عليه، ليس حيا، ليس هناك من تكليف عليه. ولكن تبقى بعض الأمور اللي لربما يصح أن نطلق عليها استثناءات، اللي تجري في البرزخ. القرآن الكريم حتى في الآخرة، مو فقط في البرزخ، سآتي إلى بعضها. القرآن الكريم يذكر هذا مثلا في قوله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، مو هالشكل؟ فهذا يقول بعد أنا ما بإمكاني وأنا في الحياة أو في العالم الآخر أعطي صدقة حتى أثاب عليها، لأن إحنا نتكلم عن العمل وما يترتب عليه من الثواب،
بعد يقدر يتصدق؟ ما يستطيع يتصدق. قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليش؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، في عالمه الذي أقبل إليه يقدر يقدم عمل صالح حتى يؤجر عليه؟ ما يستطيع. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا. من وين؟ من جهنم. لماذا؟ نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يعني هم في جهنم والعياذ، ونستجير بالله، يستطيع أن يقدم عملا صالحا؟ لو ما يستطيع يقدم، ما يستطيع يقدم. لو كان يستطيع يقدم عمل صالح لينجيه مما هو فيه لفعله، ولما طلب من الله عز وجل رجوعه إلى الدنيا. هذه الآيات تتناول من؟ تتناول الذي فقد الامتياز. أكو امتيازات وأكو استثناءات، مو في التكليف وإنما في استحصال الثواب. استحصال الثواب إلى مزايا معينة. في المقابل هذه الاستثناءات إذا جاز فيها التعبير بهذه الجملة، قوله سبحانه وتعالى: لهم فيها ما يشاءون ولدينا ماذا؟ مزيد. للذين أحسنوا الحسنى، وبعد ماذا؟ وزيادة إلى الحسنى، الجنة. هاي الدرجة التي يصل إليها يتوقف عندها لو ممكن يرقى إلى ما هو أفضل. القرآن الكريم يقول عندنا زيادة. لهم فيها ما يشاءون، موجود يحصل لهم، ولكن هو هذا الحد الذي حد به المؤمن، اللي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت به ولا خطر على بال خلق وإنسان. مع ذلك القرآن الكريم يقول ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. قوله تعالى: بل أحياء عند ربهم يرزقون. هيا يرزقون شنو؟ بماذا يرزق؟ هو رب العالمين أعطاه جنة بحبوحة وعظيمة وواسعة وكبيرة، فيها المأكل وفيها المشرب وفيها الحور وفيها كل شيء. لكن هذه يرزقون ماذا؟ هذه شؤون كانت كثير من عدها مرتبطة في الدنيا. اللي كان في الحياة الدنيا كان حي، يقدر يصلي ويصوم، يصير عنده أجر والثواب. اللي كان في الدنيا يرزق، يرزق ماذا؟ يرزق الثواب. هذا يرزق مو بما له من المفهوم المادي، انطيني فلوس مثلا أو ارزقني دارا كبيرا. شو يسوي بالشهيد أو المؤمن اللي راح إلى الدار الأخرى؟ شو يسوي بالقصر؟ شو يسوي بالغرفة؟ شو يسوي بالكذا؟ وإنما يرزقون، يرزقون، وفي جملة معانيه الثواب الذي به يرقى بدرجته في الآخرة. هذه تعابير القرآن الكريم إذ ينصها علينا. التكليف انقطع، ولكن سبيل الكمال لا زال موجودا، لا زال بابه مفتوح. دقق معي المطلب هذا، دقيق شوية. الدين في مقابله أكو شرع، فيما إذا فسرنا الدين بالعقيدة، وإلا الدين الإسلامي يحتوي على هذا وهذا. لكن فيما إذا احنا فسرنا الدين بالعقيدة، وفي مقابل هذا هناك شيء اسمه شرع، الشرع اللي يحتوي على الحلال والحرام والمباحات والمكروهات والمستحبات، كل هذه أحكام شرعية. الفرق بين سائر العقائد وبين الشريعة شنو؟ الفرق بينهما أن الشريعة تنتهي بانتهاء الإنسان، خلاص بعد لا أكو شيء اسمه حلال ولا أكو شيء اسمه حرام عليه، بمجرد أن يطلع من الحياة الدنيا انتهى كل شيء، شريعة انتهت. بتعبير آخر،
البعد اللي تتصف به الشريعة بعد مرتبط بالدنيا، بعد دنيوي. أما الدين، الدين ينقطع بانقطاع الإنسان عن الحياة الدنيا؟ الجواب كلا، يستمر معه إلى الجنة. لذلك الحديث عندما يقول كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما، التفت، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي. ليش؟ لأنه لا بد من استمرارهما بمعية واحدة مع الخلق إلى يوم القيامة. الإنسان عقيدته الصحيحة هنا لا يتركها كما يترك الشريعة بموته، بل تستمر معه إلى آخر لحظة في الحياة الدنيا. تلاحظ كيف؟ شنو هذا الاستمرار؟ الاستمرار هو الانتفاع به هنا في الحياة الدنيا. العقيدة يجب علينا الاعتقاد بالله والنبي وأهل بيته، هذه هي العقيدة، وأهل بيته صلوات الله عليهم. مجموع العقيدة وما يرتبط بها هي الله، محمد، علي صلوات الله عليهم. وقد سمع من الإمام، أحسبه الإمام الصادق صلوات الله عليه في صلاته، الصلاة اللي هي قربة المؤمن إلى الله عز وجل اللي فيها ترجمة لعقيدته، سمع منه برواية، إذا ما خاب الظن رواية أبي بصير، سمع منه أشهد أن لا، في التشهد الوسط والأخير، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عليا نعم الولي. تلاحظ كيف سمع من الإمام. لذلك هناك مجموعة من الفقهاء، منهم العلامة الحلي، منهم بعض المراجع المعاصرين، أفتى بجواز أن يعقب الشهادة للنبي بالنبوة والرسالة أن يقول استحب ذلك وأشهد أن عليا نعم الولي. هذه ركائز ثلاث إحنا مسؤولون عنها، مسؤولون يعني نسأل عنها. ركائز العقائد عامة مرتبطة بالتوحيد والنبوة وإمامة أهل البيت أو ولايتهم صلوات الله عليهم، بمجموعها هكذا. فأقول هذا الدين بهذا المجموع سيستمر مع المؤمن، كما إن عقيدة غير المؤمن تستمر معه إلى يوم القيامة. حتى الكافر عقيدته تستمر معه، بتعبيرنا الآخر عقيدة السقيمة راح تغثه وتؤلمه وتوجد له قسوة وتعاسة، أما عقيدة المؤمن توجد له انفتاحا وانفساحا، ويبيح له الله سبحانه وتعالى ويفتح له الله عز وجل بابا من الثواب لا ينتهي أبدا. ورد في مجموعة من الأخبار في المؤمنين في جملتها، فيقول الملكان الذين وكلا بحفظ أعمال المؤمن: اللهم لقد مات فلان، يعني انقضى من الحياة الدنيا، فبما تكلفنا، كنت كلفتنا بحفظ أعماله، ماذا نصنع الآن؟ فيقول لهما: اذهبا إلى قبره وسبحاني عنده واذكراني عنده، ليكون ثواب ذلك لمن؟ يكون لهذا المؤمن. هو مات ولكن انقطع عنه الثواب؟ لا، لم ينقطع عنه الثواب،
انقطع عنه سبيل التكامل. إذا هذه الكلمة شوية عليها تحفظات، خلي نقول سبيل القرب إلى الله عز وجل انقطع عليه. لا، لم ينقطع عليه، وإنما هذه امتيازات يحبي بها الله عز وجل المؤمنين. في رواية حفص بن غياث، حفص بن غياث يعتبرونه ثقة، إلا أنه كان مخلطا. يعني شنو مخلط؟ يحب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكن لم تسمع منه البراءة من أعدائهم. على كل حال، فيقول كنت مع الإمام موسى بن جعفر عليه وآبائه الصلاة والسلام. الإمام أراد أن يعظه بهذه الكلمة، فيقول اصطحبته فمر الإمام برجل قال له بعد التحية والسلام، قال أتحب الحياة الدنيا؟ قال نعم يا ابن رسول الله. قال ولم؟ قال أقرأ فيها سورة التوحيد، أنا أحب سورة التوحيد. وهذا كان من أصحاب الإمام، اللي سأل الإمام من شيعته وأصحابه، قال له سورة التوحيد أحب أقرأها، فأحب رب العالمين ينطيني حياة مزيد ومزيد حتى أصل. وشكر له ذلك الإمام عليه السلام. شبيها واحد يحب الحياة الدنيا حتى يتقرب إلى الله عز وجل. في كلمة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، قال لو خيرت بين دخول الجنة والمسجد لاخترت المسجد على الجنة. ليش؟ قال لأن المسجد فيه رضا ربي والجنة فيها رضا نفسي، فأحب المسجد على الجنة. وهاي طبعا معادلة ثقيلة، يعني هذا كلام صادق، ولكن مو من السهل إطلاقا أن يتشبث به أي أحد. على كل حال، فبعدين التفت الإمام الكاظم عليه السلام إلى حفص بن غياث، قال له يا حفص، ما من مؤمن حاتفه الموت إلا وعلم القرآن في قبره فيقال له اقرأ ورقة. غير الحديث اللي يشير إلى الجنة، أكو كمالات في الجنة، كذلك يقال له اقرأ ورقة، اقرأ وارتقي، اقرأ ورقة في برزخه. هاي في النشأة البرزخية، ها، مو في النشأة الأخروية. ما كان في من تعلم القرآن، كلنا احنا لسنا في من تعلم القرآن، مو يعني في مظنونك احنا قرينا كتاب تفسير اثنين عرفنا القرآن، لا، نحن نجهل القرآن. اش قد ما نقرأ واش قد ما نستفهم واش قد ما نطلع، يعني هل في المفهوم نحن عرفنا القرآن؟ لا، لازلنا نجهل القرآن الكريم، معانيه ضخمة كبيرة، ظاهره أنيق باطنه عميق. لاحظ، لم يكن في من تعلم القرآن إلا وعلم القرآن في قبره فيقال له اقرأ ورقة فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. إش قد أنت تمكنت من إتقان القرآن، آية في الجنة لك درجة، آيتين في الجنة لك درجتان، أتقنت 10 في الجنة لك 10 درجات. يقال له، لاحظ هذا باب امتياز لقول الإمام الكاظم صلوات الله عليه، يلتفت إلى حفص بن غياث حتى يبين له شنو معنى المؤمن الحقيقي. وإلا واحد مؤمن بالله لكنه ليس بريئا متبرئا من إبليس، أفرض مثلا يقول أنا مؤمن بعلي ولكن لست متبرئا من معاوية، أحبهم اثنيناتهم، هذول اللي يسموهم جماعة الوحدة الإسلامية. يقول أنا أحب فاطمة لكن أؤمن بقاتلها، أؤمن بأعدائها، ما عندي مشكلة، كلاهما في الجنة. هذا يسموه طين
وحل. شايف الطين عندما ينخلط الماء بالتراب شو يصير؟ هذا يسموه وحل. هذا الوحل قدارة وساخة هذا. فالإمام صلوات الله عليه يلتفت إلى رجل قال أحبك يا علي وأحب معاوية. التفت الإمام صلوات الله عليه قال له أجل الله السامع، قال إنك رجل أعور. ليش يا أبا الحسن؟ قال له أنت لو تحب معاوية وتبغضني، لو تحبني وتبغض معاوية، لأنه لا يجتمع معاوية وعلي في قلب واحد، فأنت إما أنه ما جاي تدري وتعب نفسك وفاقد المعتقد، أو أنت أعور، رجل أعور البصيرة، عيونك لازم اثنينات تفتحن حتى تشوف الشخص اللي أنت تولاه، وبالعين الأخرى الأشخاص اللي تتبرأ منهم. شلون تحب علي بن أبي طالب ما تتبرأ من أعدائه؟ فعلى كل حال التفت الإمام الكاظم صلوات الله عليه لحفص بن غياث، قال اعلم يا حفص، بعد أن كمل امتيازات المؤمن وأنه يعلم القرآن الكريم، قال واعلم أن هذا لا يكون إلا لشيعتنا خاصة خاصة. هذا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هم حي، من اللي يعلم؟ اللي يعلم اللي وياه إدراكه. تلاحظ كيف؟ عند ربه، وبالفعل هاي المكان عند الله، ويرزق، وبالفعل الله عز وجل فتح له بابا يدر عليه بالحسنة، ويدر عليه بالقرب، ويدر عليه بفيض الرحمة. فإذا الفقرة الثانية اللي هي تتحقق بالانقطاع عن الحياة الدنيا هي عبارة عن انقطاعه عن التكليف، وليس انقطاع، التفت، عن الثواب، وإنما المؤمن إلى مجموعة امتيازات الله يحبيه بها. هاي الامتيازات فيما إذا كانت أسبابها موجودة معاه في الدنيا. لاحظ الحياة الدنيا اللي هي محل التجارة، الدنيا متاجرة مع الله عز وجل، لو واحد يربح لو يخسر، يعني مو اللي يتاجر مع الله يخسر. أقول هي الحياة الدنيا هي تجارة، إما أن يبيع ويشتري ويا رب العالمين وهذه تجارة مربحة، وإما أن يبيع ويشتري مع غير رب العالمين، هذه تجارة خاسرة. ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هي هاي التجارة مع الله عز وجل. كذلك قوله تعالى إن الله اشترى، تجارة بين المؤمن والباري عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هاي تجارة. أكو في مقابلها هاي المربحة، هذه أكو في مقابلها خسارة. إن الإنسان لفي خسر، خسران، خسر حياته، خسر وجوده، خسر اعتباره، وخسر حتى الهيئة البشرية التي هو عليه، حتى لغته تسلب منه في الواقع، اللي هي لغة القرآن تسلب منه، تسلب منه، تؤخذ منه في الحقيقة، خسر كل شيء في الواقع. فإذا زرع بذرة الطريقة الصحيحة يصطحبها معه في العوالم الأخرى لينتفع منها. في البرزخ أكو تقرب وأكو دنو، وفي الآخرة في وسط الجنة كذلك أكو تقرب وهناك دنو أيضا. الثالثة والأخيرة انحلال ما يملكه الإنسان. الإنسان يملك دارا، خلاص ضاع. الإنسان متزوج، زوجته صارت مستقلة، شنو اللي عنده؟ أما الديار فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، وأما النساء فقد زوجت. خلص الإنسان تنقطع كل روابطه بالحياة الدنيا. في كل هذه الاستثناءات، هاي الاستثناءات ككل للنبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام شأن خاص. النبي وأهل البيت شأن خاص،
ليش؟ في كلمة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام وردت في نهج البلاغة، قال: يموت الميت منا وليس بميت. يموت الميت منا، يراه العالم ميت ولكن ليس بميت. كيف الشهيد يكون حيا عند الله وهو ثواب، والنبي وأهل البيت صلوات الله عليهم على خلاف ذلك إطلاقا؟ لهم شؤون خاصة، شؤونهم في الدنيا ما تنقطع. يعني أفرض النبي صلى الله عليه وآله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مو الشكل هاي الرحمة انقطعت بانقطاع رسول الله؟ هو واحد كان ظل على عائلته رحمة إلهم، لكن إذا توفى خلص هاي الرحمة راحت انتهت. إلى فرد ارتباط بعائلته، هذا الارتباط راح انتهى. أما النبي وأهله صلوات الله عليهم، انقطاعهم عن الدنيا ليس انقطاعا تاما، وإنما هي غيبة متصلة، غيبة خروجهم من هذا العالم، ولكن آثارهم لا زالت موجودة في الواقع. في جملة هذه المعاني نقرأها في زيارة المولى أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، عندما تجد ذلك القول: السلام عليك يا وارث آدم. معناها آدم ما ميت صلوات الله عليه، لأن كل شيء في آدم عند المولى صلوات الله عليه. السلام عليك يا وارث نوح، هاي مفردة الإرث، مو معناها انسلاخ ما كان لآدم ويكون كله للحسين، هو المقام بما هو، هو اللي عند آدم مع التحفظ على اعتباره تجده في الحسين عليه السلام وصولا إلى الخاتم. السلام عليك يا وارث محمد صلى الله عليه وسلم. حبيب الله اللي يزور الحسين عليه السلام، يعني كأنما زار الأنبياء جميعا. وهذا أنا اتطرقت له طبعا في ليلة من الليالي، إذ هناك منهاج في المعرفة به يعرف الحسين بجده وأبيه وأمه وأخيه، هم نصوا على ذلك فيما أذكره في أجواء مأساة أهل البيت صلوات الله عليهم. لما مضى رسول الله صلى الله عليه وآله إثر حادثة ملعونة ومشؤومة، الإمام أمير المؤمنين كان حزينا جدا، ولكن تعال وياي يشوف عندما فقد الزهراء شنو صار به صلوات الله عليه. عندما فقد الزهراء اختلفت المعادلة، المزية اختلفت. أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ذلك الجلد القوي الشجاع البطل المقدام، تهتز الجبال ولا تطرف له عين ولا تهتز منه شعرة من رأسه واحدة، لما رأى الزهراء أعلت صلوات الله عليها تجد هيئته كهيئة الفقير المسكين المشتمل بثيابه، وهو ينظر إلى الزهراء تذوب شيئا فشيئا. لذلك الإمام اعتزل الناس أياما ها في داره. سلمان إجا العمار قال له: يا عمار، المقداد ويا أبو ذر كم صحابي خوش إنسان مؤمن، ها قال له للعمار: روح الأمير المؤمنين، روح إلى أبي الحسن تحدث إليه، نريد نشوف نسولف وياه، نريد نواسي. ها يقول عمار: أنا دقيت الباب عليه، فتح لي الباب، يقول: الله أكبر، ليتني لم آتي، لأنه شهدت أمير المؤمنين في حال ما رأيته فيه من ذي سلف أبدا، دنوت منه إليه وعياله آخذين بتلاب ثيابه وفي أشد المأساة والحزن والكظم. قلت: يا أبا الحسن روحي فداك، أنا ما شفتك هكذا يوم فقدت رسول الله،
لحظة اللي فقدت بها النبي أنت حزنت، لكن ليس كحزنك هذا. قال يا عمار عن ماذا تتحدث؟ أنا ما فقدت رسول الله إلا عندما فقدت فاطمة الزهراء. يا عمار إذا ابتسمت فاطمة ابتسم رسول الله، إذا جلست فاطمة جلس رسول الله، إذا قامت قام رسول الله، ما تخرم مشيتها مشية أبيها. يعني إذا مشت كأنما مشى أبوها رسول الله. أنا أنظر إلى فاطمة أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. من الذي يعزيني؟ عندما فقدت رسول الله تعزيني فاطمة، لكن فقدت الزهراء من المعزية؟ عمار. ثم فجع الإمام وأمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال له يا عمار إنك ما رأيت الذي رأيته، وما الذي رأيت يا أبا الحسن؟ هذا بعد كلام خاص مع المؤمنين وأبناء رسول الله فقط، هذا كلام فيه غيره. قال يا عمار لما وضعت فاطمة على دكة المغتسل أردت أن أغسلها، فمرت يدي على صدرها يا فأحسست ضلعا من ضلوعها مكسور. الإمام عليه السلام كان يريد يتحفظ عن الوصول، لأنه ما يريد يشاهد هذه المأساة، يدري بها هي هاي وصية الزهراء. يوم احتضرت إذ استحضرت الإمام صلوات الله عليه، يترجمها بعض الشعراء بأبيات المعروفة، أوالي أوالي حين حضرتها المنية، حضر يمها الوصيحين الوصية، تقل اقرب يا بعد عن ليا، يقللها يا بعد اهل اشتهيسين، مرت كبدتي يا محسن وحسيا، يا تقل اريد بوقت غسلي يا ابو الحسنين، خل ثابي علي ليتوخر لما مولاتي، وانا طاهرة لو غسلتني اريدك ما تجس ضلع يومتني، اخاف ذهوب قلبك لو شفتني، واريد اللي تشوف عليه تصبر، وانا لو رحت عنك يا ابو حسين اريدك تجي القبر يبكي الحين، من تسرور قلبي وقرة العين، كل ما تجي القبر القلب يستر. هاي لحظات كانت موجعة هام وخفيفة على قلب امير المؤمنين. الإمام راح إلى صلاته، ما هي إلا ساعة يريد يرجع صلوات الله عليه، وإذا بالحسنين عليهما السلام يسبقان والدهما يطرقان الباب. طلعت أسماء، خالة أسماء وين أمنا الزهراء؟ ما نشوفها، لعلها في حجرتها نائمة راقدة. قال خالة أسماء وما الذي ينيم أمنا الساعة؟ طيب اجلسا يا ابنا رسول الله. جلسا، جلبت لهما طعاما يتسليان به. قال خال أسماء يا ما أعجبك؟ أرأيتينا في يوم نأكل الطعام وليس معنا أمنا فاطمة؟ راح الإمام الحسين عليه السلام إلى حجرة الزهراء، لما دخل غرفتها حجرتها رآها ممددة وعلى بدنها كفن أبيض،
وإذا بالإمام الحسين يصرخ أخي أبا محمد أحسن الله لك العزاء بأمنا الزهراء. تقول أسماء أنا دخلت الحجرة رأيت الحسين أخذ برأس أمه يمرغ خديه بناصيتها الشريفة وهو يقول أمه كلميني قبل أن تفارق روحي بدني. ورأيت الحسن أخذ بقدمي أمه يتمسح بهما قائلا أمه كلميني قبل أن أموت. تقول الرواية صار إلى جنب أمهما الزهراء. الإمام أمير المؤمنين حضر بعدها يقول عندها كانا يتزودان من أمهما وهما يقولان أما كلمينا نقسم عليك بأبيك النبي كلمينا. يقول الإمام الصادق فوالذي نفسي بيده تحركت ومدت باعيها وضمت الحسن والحسين إلى جنبها يا نادى منادين يا علي أبعدهما عن أمهما الزهراء فإنهما والله أفجع ملائكة السماء والأرض. يا يما يا يما صرنا من بعدك يتامى يا يما صرنا من بعدك يتامى يا يما اللي العقبك ما ننامى يصوبنا دهر الخنس سهام يا باب فاطم. لا طرقت بريبة ويد الهدى سدلت عليك حجابا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحقهم والسر المستودع فيها. اغفر لنا يا الله ولا تحرمنا حبك وحب نبيك وآل بيت نبيك. أحينا اللهم حياتهم وأمتنا مماتهم والعن أعداءهم. ونشهد إليك يا الله أننا موالون متبرئون من أعدائهم يا رب العالمين. اللهم صل عليهم واقض حوائج المؤمنين من على مرضاهم بالصحة والشفاء والعافية. اللهم حوائج الجالسين ومرضى الجالسين. من أوصاني بالدعاء لمريضه أوصاني لقضاء حوائجه. اقضها يا الله بما توجهنا بهم إليك بالذي اصطفيتهم وبه فضلتهم على العالمين جميعا إنك سميع قريب مجيب. تقبل من المؤسسين بأحسن القبول إلى أمواتهم أموات الحاضرين أموات المؤمنين والمؤمنات أرواح شهدائنا الأبرار. نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات. La 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 la